مشاهدينا، زي ما نوهنا ان حلقتنا النهارده حلقه شبابيه بحته جدا، في مناقشه الاول شفناها مع الشباب اللي عملوا محاكاه حوالين مؤتمر كوب 27. معانا كمان دلوقتي محاكاه، ولكن محاكاه للواقع والموهبه اللي ممكن تكون عند اي شاب او عند اي فتاه او عند اي حد من ولادنا. الدوله عموما بتهتم بالموهبه وبتحرص دلوقتي من خلال وزاره التربيه والتعليم داخل المدارس على اكتشاف المواهب. طيب لو ما لحقناش الفتاه او الشاب في المدرسه، عندنا دلوقتي وزاره الشباب والرياضه بصراحه يعني بتعمل جاهده بكل ما تستطيع ان هي تعمل مبادرات مختلفه للشباب، ندوات اكتشاف للمواهب، كل ده بتحاول بقدر المستطاع وزاره الشباب والرياضه بكل اماكنها المختلفه سواء مراكز الشباب او غيره ان هي يعني تستقطب الشباب وان هي كمان تحرص على اكتشاف موهبه. النهارده معانا شباب من خلال الوزاره، كل واحد قدم موهبته في النهايه كونوا كده فريق جميل. خلونا نتعرف عليهم وبعد كده نسمع منهم التفاصيل اكتر. معانا النهارده ياسمين محمد مصطفى موهبه الغناء، اهلا بيكي معانا ياسمين، نورانا النهارده. الله يخليكي يا حبيبتي. معانا شاهين محمد عزف على الاورج، اهلا بيك معانا، وان شاء الله هنسمع طبعا ياسمين وهنسمع شاهين وهنسمع كمان كرم. كرم انت عازف على آلة، انا حاولت اسمع عبد الله، سوري انا اسفه عبد الله محمد، انا اسفه يا عبد الله انا بعتذر لك. بتعزف على آلة؟ معلش لا ايوه حاولت احفظ الاسم يا جماعه بس هي اسمها صعب. اتفضل قول اسمها كده يا عبد الله. مهم. طيب كل واحد منكم كان زي ما انا فهمت كده من خلال مبادرة من مبادرات الشباب والرياضة قدم بموهبته، صح كده ياسمين؟ اه تمام. طب ممكن اعرف بس سريعا كده ايه اللي حصل عشان تتجمعوا وتبقوا مع بعض؟ بصي، في البداية انا كنت مشتركة من وانا صغيرة في كذا مجال. تمام. في قصر ثقافة اسوان العقاد، فيعني اشتركت فيه في البداية، كنت كورال الاطفال. تمام. اتعرفنا على بعض عن الطريق ده يعني في البداية واستمرينا. بعد فترة معينة كل واحد راح مكان غير التاني. بس في الاخر التقينا في وزاره الشباب والرياضه ودلوقتي بنعمل حاجات جميله جدا يعني. جميل جدا. طب الشباب، وزاره الشباب والرياضه انا عارفه ان هي فعلا زي ما قلت كده بتقدم مبادرات كتيره، ايه اللي قدمتوه من خلال وزاره الشباب والرياضه؟ ايه اللي هي كمان قدمته لكم او ساعدتكم او خليتوا يعني فعلا حاسين ان انتوا خطيتوا خطوه سريعه مع وزاره الشباب والرياضه؟ شاهين. والله حضرتك يعني وزاره الشباب والرياضه يعني اتكفلت، احنا كانت مشكلتنا اساسيه ايه في ايه؟ في المكان بتاع البروفات بتاعتنا والماتريال. تمام. والكلام ده. فوزاره الشباب والرياضه وفرت لنا الكلام ده. طب الحمد لله. وفرت لنا المبادرات والمسابقات اللي نطلع فيها. تمام. نفس الحكايه معاك يا عبد الله. طيب انا عايزه اسمعكم او المشاهدين عايزين يسمعوكم، فياسمين هتقدم لنا ايه دلوقتي؟ ايه هنقدم حاجه جميله كده وطني وان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله. حاجه واحده ولا حاجتين؟ لا كذا حاجه طبعا. طيب. كذا حاجه. هنسمع ياسمين محمد مصطفى. دايما جنبي
بحييكم بصراحة، العزف على الآلة دي تحفة وصوتها تحفة. الأورج طبعا احنا كلنا عارفين ان هو ملك اي فرقة موسيقية، وهو الأساسي دلوقتي في العزف. انا ممكن تقريبا يعني ابقى بالأورج ماشي، بعمل حاجات كتيرة جدا، عندي طبلة، عندي درام، كل حاجة في الأورج، صح؟ لا بس برضو صوت الآلة دي تحفة بصراحة. ميرسي ميرسي عبد الله على العزف. ياسمين، انت قلتي موهبتك من زمان، مين بقى اللي اثقل لك موهبتك؟ لان احنا ممكن يبقى صوتنا حلو بس ما نعرفش نثقل الموهبه، مين بقى اللي ساعدك او دربك؟ في البدايه انا كنت في المدرسه، تمام، كنت ما بسمع مثلا في الاناشيد او اي حاجه من الحاجات دي، كنت بحب ان انا يعني اتقدم واعمل قد موهبتي بمعنى اصح. ابتدى بقى ماما وبابا اكتشفوني، لقوني ان انا صوتي حلو وبغني مع الكرتون ومش عارف ايه، ابتدوا ان هم يودوني قصر الثقافه كذا مكان بقى عشان اتدرب. واحده بواحده مع كذا مايسترو يعني ابتديت زي ما حضرتك شايفه الحمد لله بالتدريب، يعني الحمد لله وصلت لحاجه كويسه انا كنت بحلم بيها يعني. الحمد لله. شاهين، بقى لك قد ايه بتعزف على الاورج؟ يعني لازمتنا عندي 9 سنين. 9 سنين مشوار، يعني مشوار بس مشوار حلو، صح؟ عبد الله، الآلة الجميلة دي أول آلة وآخر آلة ولا بدأت بالدف؟ أصل الإيقاعات كتيرة جدا. بدأت من أول الدف لحد دلوقتي طبلة وكونجوز. جميل. من 4 سنين. في آلة تانية كده أنا برضو ما بفهمهاش، بس هي جميلة جدا وصوتها برضو حلو، هو تقريبا العازف بيقعد عليها، هي زي بوكس كده. أيوة جربتها؟ جربتها. طب إيه اللي خلاك استقريت على الآلة دي بالتحديد يا عبد الله؟ من كل الإيقاعات. يعني زي يعني بتعبر عن حاجه سوداني، هي اللون الهادي تسمعيها. ايوه بصراحه يعني الصوت اللي طالع منها مختلف عن صوت الطبله، مختلف عن صوت الدب. الدف يعني فعلا كل ايقاع، مش معنى ان الايقاع ايقاع، لا كل حاجه ليها تون. طب احنا عايزين نسمعكم ياسمين، احنا نسمع ايه تاني دلوقتي؟ هنسمع حاجه لشيرين جديده. تمام. يعني نسمع على بالي. طيب اوكي اتفضل. بوجه الكلام لوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة هنا في أسوان، أنتم معاكم فريق رائع جدا ممكن يمثل الوزارة في كتير من الاحتفالات، في كتير من المناسبات ممكن يمثل محافظة أسوان،
بصراحة. وأعتقد إن في شباب كتير جدا ممكن ينضم لكم بعزف برضو، بإلقاء شعر، بغنى، يعني المواهب اللي معاكم كتيرة صح كده؟ بس انتوا فريق مع بعض صح؟ أكيد، بس أكيد. لما نطلع حفلة معينة مثلا بيكون في مثلا فنون شعبية، في مثلا شعر، في كذا حاجة يعني غير الغنى، بس بتبقى جميلة جدا يعني على حسب بقى ساعتها المناسبة يعني. انا متوقع ده أيوة اكيد هيبقى حاجه حلوه. أكيد. عايزين نسمعكم تاني، احنا لسه معانا مده عشان نسمع، بس يعني انا معجبه بيكم كلكم بصراحه، سلمي كلكم حبيبتي. مواهب رائعه. هنسمع ايه دلوقتي؟ هنسمع لمستك نسيت الحياة. مين؟ هي عمر مصطفى. اوكي، انا اسفه انا مش عارفه. هي ما جميلة بتغنيش اسمها. قديم يا ياسمين؟ في قديم برضو طب بس ما لسه طب ممكن الوقت قديم قبل الجديد، قديم. اللي ماشي، انت عايزاه، بس مفيش عشان انا مشاكل. عارفه ان انتوا بتبقوا مجهزين نفسكم بالتون والعزفه، بس لو ينفع نبدر قديم على جديد ممكن، ماشي، تمام، ممكن ولا لو هضايقكم لا بلاش. لا 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 تمام. اسمع فترة سولو قديم، سويستي محضرة لوحدي حاجة من غير سولو. ميوزك يعني. اوكي تمام. طيب اوكي اوكي ماشي. مين؟ فايزة أحمد تامر حنة. يا لهوي ماشي. الجمال ده، اتفضل. ماشي يا حد. يا تمرة حنة، يا تمرة حنة، خليتي بينا وبعدتي عنا. يا تمرة حنة، يا تمرة حنة، خليتي بينا وبعدتي عنا. كله كسل الجناين، وش معنى انت اللي شاردة منا. الورد كله كسل الجناين، وش معنى انت اللي شاردة منا. يا تمرة حنة، يا تمرة حنة، سألت عنك في كل ناحية، ما حد طمن قلبي عليكي. وقالوا ماتت وقالوا صحيها، وياما قالوا عابوا فيكي. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا ونفض سامرنا. الورد كله كسل الجناين، وش معنى انت اللي شاردة منا. بالليل بنسأل وبالنهار، ما حد طمن قلبي عليكي. وقالوا ماتت وقالوا صحيها، وياما قالوا عابوا فيكي. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا ونفض سامرنا. الورد كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شاردة منا. يا تمرة حنة، يا تمرة حنة. لا رائع بصراحة ياسمين، برافو بجد، يعني أداء رائع. فايزة أحمد صوتها ميرسي، قوي جميلة وجميلة طبعا جميلة جميلة. جدا. طب نسمع بقى، مش عايزة أحكي خلاص كده، أنا كده عايزة أسمعكم، والجمهور أكيد والمشاهدين اللي تابعيننا دلوقتي عايزين يسمعوا. هنسمع بقى الأغنية اللي قلت عليها، اتفضل. بس لينا خلاص اللي جوانا بقى.
احييكم بصراحه يا شباب، انتوا رائعين. يعني ممكن اخبط عليها خبطه واحده؟ يعني لا خلاص خلاص خلاص، بعد ما ننتهي يعني الموضوع بقى، يعني اجرب ازاي ممكن يتعزف عليها. قعدت قد ايه تتدرب عليها يا عبد الله؟ يعني هو انا واخدها موهبه اصلا من ابويا، من علي الفضل طبعا. تحياتنا ليه، تحياتنا ليه. فعلمها لك بسرعه. كوسه بقى يعني. بيعلم حد تاني ولا بس انت؟ اي حد يعني، شباب كبار في السن زينا كده، بيعلم اي حد؟ أيوة. تمام. عبد الله، يعني خلينا اقول ان ممكن الايقاع لوحده يحيي حفله. مدرك الموضوع ده؟ بيطلب منك مثلا لو انتوا مع بعض خارجين، انا عارفه ان شاهين الاورج وهيعمل بيه شغل حلو جدا، لكن ساعات بنلاقي في حاجات سولو للايقاع، بيطلب منك حاجه سولو ايقاع؟ ايوه عادي بيطلب، يعني مثلا بيبقى مثلا لو قاعده مع بعض، مثلا بيبقى مثلا رايحين. لا لا انا قصدي في حفله فيه. يعني احنا ساعات بنشوف أيوة مثلا بتبقى سولو ايقاع. سولو ايقاع يعني دي ممكن نعمل بيها سولو ولا دي صعب؟ لا دي صعب، دي صعب. رمز. تمام. تمام اوكي. طيب شاهين برضو نفس الكلام، بيطلب منك تبقى سولو؟ خصوصا يعني اكتر بيطلب مني يعني بيانو، بحس في التكنيك البيانو. التكنيك البيانو وده متاح ليك طبعا على آلة الأورج ولا احنا ممكن؟ ايوه اوكي. بس احنا دايما كعازفين بيانو بنجيب أورج ليه كسعر افضل وكحجم يتشال، لكن بيانو ده بيكون موجود في البيت. طبعا يا اما لما نروح معهد الكونسرفتوار او دار الاوبرا يكون في بيانو توف هناك نشتغل عليه. مين مثلك الاعلى في البيانو يا رب؟ والله من اثنين. اثنين يعني الاستاذ اللي علمني اسمه استاذ محمد راشد، ودكتور في الكليه الدكتور باسم، تحياتنا ليهم برضو. بتحس بايه لما بتسمع عمر خيرت هو بيعزف على البيانو؟ والله يعني استاذ عمر خيرت طبعا، يعني استاذ عمر خيرت استاذ هاني شنودة جمال الكبار دول، الكبار دول خصوصا يعني اتعلمت منهم من عزفهم. بحيث مجرد سمع، عشان انا اصلا يعني مهنتي الاساسيه في المزيكا الكومبوزر، مؤلف موسيقى. هايل هايل، ربنا معاك. فيعني العزف ده شيء اضافي، فاهم ازاي يعني؟ بس موهبه رائعه برضه. احييك عليها. طيب احنا هنشكركم، انا بشكرك عبد الله محمد، شكرا ليك، بشكر شاهين محمد، شكرا ان انت موجود معانا النهارده، شكرا طبعا ياسمين محمد مصطفى على الغناء الرائع والجميل. بس اسمحوا لنا بعد ما شكرناكم ان احنا نختم باغنيه ليكم ونسمع مشاهدينا اخر حاجه. مشوار عمر دوت خلاص اسعد عيوني اتحدشانك كل مر نمشي الطريق سوا للنهاية كل يوم يصبح بداية حب جديد ويزيد حنيني كملت بيك انا نص ديني كملت بيك انا نص ديني شن حياتنا تسعديني كملت بيك انا نص ديني.